أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجب على العام إذا استفتى عالما أن يسأل عن الدليل؟ العام لا يسأل عن الدليل لأنه لا يعرف الدليل، يسأل عن الحكم. أما طالب العلم الذي يطلب العلم يسأل عن الدليل ليستفيد، أما العام ما يعرف الدليل، حاجته في بيان الحكم فقط. نعم.